وسلم، لا سيما مع المسلمين في المساجد، فكان المسلمون يقيمون صلاة التراويح ويقيمون صلاة التهجد في المسجد، ويطيلون قيامها وركوعها وسجودها، حتى إنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، وكانوا يتهجدون فيها خلف الإمام حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور، فلا ينصرفون إلا عند السحور. فهي ليالي مباركة ومعظمة، وفيها خير كثير تأتي علينا ونحن قد لا ننتبه لها، ونعتبرها كسائر الليالي وسائر الأيام، وهذا تفريط منا أو كسل منا. فنستغفر الله ونتوب إليه، ويشرع ويستحب لنا أن نستدرك وألا نبقى على كسلنا وغفلتنا. ربما لا تمر علينا هذه العشر مرة ثانية، ربما تنتهي آجالنا قبل العام القادم فلا ندرك هذه العشر، فلنجتهد فيها ولنغتنمها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخ صالح على هذا الاستهلال الطيب عن فضل والاجتهاد في هذه العشر. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بالشيخ بتليفون البرنامج، سيظهره مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، وأرجو أن يكون السؤال من الإخوة والأخوات أيضا مختصر. نعم تفضل أبو مقرن، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تقبل الله طاعتكم. وأنتم كذلك. تفضل. السؤال. أبيت أسلم على الشيخ صالح الفوزان. تفضل الله حياك الله. السؤال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك ويبارك فيك ويبارك فيكم جميعا في هذه الحلقة المباركة. آمين. الله يبارك فيك، الله يكتب لكم أجرا إن شاء الله يا رب. جزاك الله خير. تفضل. يزيد فضلك يطول عمرك يا شيخ. بالنسبة للسؤال الأول، الإمساك بالشهر رمضان عند الفطور، يعني لا عفوا، يعني بعد السحور الآن في اللي هو الأذان. نعم. الامساك عند بدء الاذان ولا اثناء الاذان؟ يعني عادي احنا نشرب المويه ولا لا؟ يعني هذه بس نبغى فعلا نعرف يعني بالضبط يعني تفاصيلها، هل هو وقت الاذان او اثناء الاذان إذا كان ولا قبل الاذان نمسك؟ اذا كان الاذان مبكرا فتاكل وتشرب الى ان يؤذن المؤذن على طلوع الفجر. اذا كان هناك مؤذنان او المؤذن نفسه يؤذن اذانا متقدما لإيقاظ الناس ولأجل يستعدوا، فتأكل وتشرب إلى أن يؤذن الذي يؤذن على التوقيت وعلى طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان المؤذن يتقدم على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد أذانه، وإذا كان يؤذن على التوقيت وعلى طلوع الفجر فإنه إذا شرع في الأذان يجب الإمساك، لأنه إشعار بدخول وقت الصيام بطلوع الفجر. نعم. السؤال الثاني أبو مقرن. المعروف اللي هو في توقيت في تقويم هم القرى وقت الصلاة. اي نعم، اللي ما يسمع الأذان عنده توقيت أم القرى يمشي عليه، لا يأكل بعد توقيت الأذان. الله يجزاكم بالخير. السؤال الثاني أبو مقرن. الآن اللي طول عمرك اللي هو القضاء الأيام باقية من رمضان الفائت، دخل علي رمضان السنة هذه وعلي 4 أيام بقالي ما مداني صومها، وش علينا الله يطول عمرك؟
إذا كان تأخير القضاء لعذر فإنك تقضيها بعد رمضان ولا يكفي القضاء، أما إذا كان تأخيرها لغير عذر كسلا أو غفلة لغير عذر فإنه مع القضاء يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: وردتني رسالة بالجوال تداولها الناس عبر الجوالات، وهو كثرة التصدق ليالي 21 و23 و25 و27، هل هذا صحيح؟ تخصيص ليلة معينة من رمضان للتصدق لا دليل عليه، رمضان كله شهر خير وكله شهر إطعام الطعام وتفطير الصوام، كله لا يخصص منه ليلة إلا بدليل، فأين الدليل على تخصيص ليالي معينة؟ نعم. أم ناصر، تفضلي يا أم ناصر، سؤال مختصرا تفضلي. يلا يا أم ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ عند الإفطار، أقول اللهم رضاك صمت على رزقة أفطرت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي والوالدي وذريتي ومن لحق علي وإخواني المسلمين والمسلمات. يقولون لا ما هو كذا دعاء للإفطار، فما أدري. طيب لا بأس، ادعي بهذا الدعاء وبغيرها، الحمد لله الأمر واسع في هذا. نعم ما شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للصوم في السفر، والقول الراجح فيه يا شيخ؟ الصوم في السفر يجوز يجزي، ولكن الإفطار أفضل أخذا برخصة الله عز وجل، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا صام المسافر أجزأه، وإن أفطر فقد أخذ بالرخصة وهذا أفضل. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للصائم أن يكون في السوق هو فيتذوق شيئا يريد أن يشتريه أو يأخذه معه للإفطار عليه؟ نعم، لا يبتلع، له أن يضعه في فمه ليتذوقه، ولكنه لا يبتلعه بل يمجه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: المساجد تتفاوت في الفضيلة، فما هو ضابط تفضيل المساجد بعضها على بعض في الاعتكاف؟ لا فضيلة إلا للمساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وما عداها هذه الثلاثة المساجد سواء، لا فضيلة لبعضها على بعض، المهم أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ولا فضل لبعضها على بعض غير المساجد الثلاثة، لكن لا بد أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. شيخ صالح، المكوث في المسجد ليلة كاملة أو جزء من الليلة هل يسمى اعتكاف؟ نعم يسمى اعتكاف، الجلوس في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولطاعة الله يعتبر اعتكافا، قد يكون ليلة، فقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، اعتكاف الليلة واعتكاف اليوم واعتكاف الساعات كله يعتبر اعتكافا. نعم. هذا يسأل عن صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته. الحديث صحيح، على صورته يعني على صورة الرحمن، لأن فيه رواية على صورة الرحمن بمعنى أن له سمعا وبصرا وله صفات، ولكن ليست الصفات مثل الصفات، وإن اشتركت في المعنى لكن لا تشترك في الحقيقة. نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: تواترت الأدلة والنصوص في الكتاب والسنة على عظيم وفضل ليلة القدر، أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر يا شيخ؟ ليلة القدر محتملة في رمضان كله،
لا يقطع لليلة معينة منه، لا دليل على ذلك، ولكن المترجح أنها في العشر الأواخر، وأرجح العشر الأواخر ليلة 27، قيل هي ليلة أول ليلة من العشر، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقيل ليلة 29، وأرجحها ليلة 27. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هل الأب يعطي أحد الأبناء إذا كان فقيرا يعطيه من الزكاة؟ زكاته هو، لا تحل زكاة الوالد لولده، ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، يعني لعمودي النسب ما تصح، بل تكون لغير عمودي النسب، لأن المحتاج من عمودي النسب يجب على أبيه أن ينفق عليه، يجب على الابن أن ينفق على أبيه، ألا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم. معنا المتصل ماجد من الدوادمي، تفضل يا أم ماجد. تفضل يا أم ماجد. تفضل يا أم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا نذرت مفطية، كنت جبت لي ولد مارك، نذرت البنتين إن الله خلاص البنت هذه نذبح، نذرة نذبح ذبيحة. قام أبوه يذبح النذر عني، هو يصلح ولا ما يصلح؟ طيب شكرا. نعم، إذا وكلتيه فلا بأس، إذا وكلتيه يذبح النذر عنك فلا بأس بذلك. نعم. وإذا شيخ احتسب من نفسه ولم توكله؟ لا، إذا لم توكله ما يجزي هذا. طيب بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في سؤال له، بالنسبة لليلة القدر، ما الدعاء الوارد الذي ورد عن الرسول أن ندعو به، وهل كل دعاء يستجاب؟ نعم، يجتهد المسلم في الدعاء بما يسر الله له، ولكن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا السؤال، قالت: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فيكرر هذا الدعاء ويضيف إليه ما تيسر. نعم. أخت سائلة أرسلت أيضا سؤال عن الطفل، عن الدعاء عند الولادة، هل هناك أدعية مأثورة عند الولادة تسهل ذلك؟ لا أذكر شيئا، ولكن يدعون الله بما تيسر لهم من الدعاء، أن يفرج الله عنها، أن يسهل عليها الولادة، والله قريب مجيب. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يتم حساب الثلث الأخير من الليل وخصوصا في رمضان؟ تحصى ساعات ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يحصى ساعاته ثم تقسم على ثلاثة، كل قسم منها يسمى ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأخير. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لكثرة الذكر والدعاء وقراءة القرآن في العشر في نهاره وليله. نعم، كل ذلك فيه فضل عظيم في 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 ليله وفي نهاره، العشر كلها وقت للعمل الصالح في لياليه وفي أيامه. نعم. تفضل يا سعود من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساء الخير أخ عبد الكريم، ممكن نكلم؟ نعم. الشيخ صالح. تفضل يا أخي سعود. دام فضلك. سؤال للشيخ صالح، بارك الله فيكم جميع. نعم. كان عندي مبلغ مقداره مليون ريال مدور للتجارة، ودخلت به في مضاربة قبل سنتين بالضبط في شعبان 1434 باتفاق مع المضارب 4 أشهر فقط، ولكن تأخر المشروع لأسباب خارجية عن إرادته. الآن عاد لي مبلغ 800,000 في شعبان هذه السنة، أي بعد سنتين تقريبا من المليون، وباقي رأس المال مع الأرباح لم يعد لي حتى الآن، وأبلغني المضارب أنه هناك أرباح إن شاء الله ولكن بعد فترة. سؤالي للشيخ بارك الله فيكم، كيف أخرج زكاة المبلغ الذي أصبح في ملكي الآن 800,000؟ هل أخرجه عن سنة واحدة فقط أم عن السنتين المنصرمة؟ مع العلم أن المبلغ كامل عبارة عن قرض من شركتي بدون فوائد، استخرجته بدون فوائد بغرض التجارة. هذا سؤالي الأول. يا أخي، تزكي المال بأرباحه، أرباحه تبع له، تزكيه بأرباحه، تخرج ربع العشر
منه. نعم. السؤال الثاني صوت عن سنة ولا عن سنتين من صلمة؟ له سنتين مع المضارب. عن السنين كلها، لكن الربح من وقت حصوله تحسبه مع رأس المال، مع رأس المال وتخرج زكاة الجميع. نعم. طيب السؤال الثاني، لدي مبلغ مع شخص باستطاعتي يعني دين، هل أزكيه لما يعود إلي ولا أزكيه حتى لو لدى المدين؟ إذا كان المدين مليئا وباذلا متى ما طلبته منه يعطيك إياه، إنك تخرج زكاته ولو لم تقبضه، لأنه في حكم المقبوض هذا. وأما إذا كان المدين مفلسا أو مماطلا ولا تدري هل يرجع إليك أو لا، فإنك تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة. شكرا، جزاكم الله خير. شكرا يا سعود، بارك الله فيك. من كان الشيخ صالح من عادته أن يخرج زكاة المال في شهر رمضان من كل عام، هل يلزم أن يكون الإخراج في أول الشهر أم في آخره؟ وهل راتب شهر رمضان يدخل فيها؟ إذا تم الحول عليه 12 شهر يخرج الزكاة على الفور، إخراجها على الفور ولا يؤخره إلا لغرض صحيح، كأن يتحرى محتاجا أكثر أو غائبا يحضر وهو محتاج. إذا أخره لغرض لعذر شرعي أو لغرض صحيح فلا بأس، المهم أن إخراج الزكاة على الفور من حين ما يتم الحول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة التي ترد عن زكاة الفطر هذه السنة، بعضهم يبدأ بإخراجها قبل العيد بسبعة أيام أو خمسة أيام. لا لا، ما تجزي إلا قبل العيد بيوم أو يومين، وكونه يخرجها في ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا هو الوقت الفاضل لها لإخراجها. نعم. عبد المجيد المحمود يقول: الشيخ، من احتسب الأجر في البقاء في مسجده للصلاة بالناس وختم القرآن فيهم والإعانة على العمل الصالح في رمضان، هل يثاب على ذلك وأفضل له من أخذ عمرة في رمضان؟ نعم، قيامه بالمسجد والصلاة فيه وصلاة التراويح والتهجد فيه لا شك أن هذا فيه فضل عظيم، وهو أفضل من العمرة التي يتعطل معها المسجد. أما إذا كان يجد من ينوب عنه ويحصل به المقصود فلا بأس أن يوكل وأن يعتمر. نعم. الشيخ يعني يقول أيضا بالنسبة لختم القرآن، هناك من يشدد على الأئمة في ضرورة ختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح، ويقول بأن هذا أيضا من التيسير للمصلين. الشيخ صالح، ما رأيكم في ذلك؟ نعم، كون الإمام يقرأ القرآن كله في صلاة التراويح والتهجد هذا أفضل من أنه لا يكمله، فيسمع المأمومين القرآن كله. وهكذا كان السلف الصالح، كانوا يكملون القرآن في رمضان، الأئمة يكملونه بالناس ويدعون عند ختمه ويؤمنون على دعائه لتحصل لهم الأجور والبركات بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فوزي من جدة، تفضل يا فوزي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. في عندي سؤال طال عمرك عن الزكاة. تفضل. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟ أختي أنا مطلقة وبس، فهل يجوز إعطاءها الزكاة؟ طيب. نعم، إذا كانت محتاجة فهي أولى من غيرها، لأن الصدقة عليها فيها أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. طيب، يجزيك بالخير. السؤال الثاني، الله عمرك، عندي غرف أنا في نفس البيت اللي أسكن فيه بأجرها، يعني يساعدني دخلها قليلا، هل عليها زكاة طال عمرك؟ الزكاة على آجارها، تزكي الآجار اللي تحصل عليه منها، تزكي تدفع ربع العشر. نعم. ربع العشر. نعم. طيب. شكرا لك يا فوزي، بارك الله فيك. ما يسمى شيخ بعشاء الوالدين في رمضان، ما رأيكم فيه؟ تخصيص عشاء الوالدين في رمضان لا دليل عليه، طعام الطعام مطلوب وقت الحاجات في رمضان وفي غيره،
ولكن في رمضان أفضل لأن الأعمال فيه تضاعف، فهو شهر إطعام الطعام، ولا يخصص ليلة معينة كليلة الجمعة، بل في رمضان كله، وينوي على الأجر أنه لوالديه، هذا شيء طيب. نعم. الاتصال معنا؟ الاتصال. طيب فضيلة الشيخ، ورد حديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، اشرحوا لنا هذا الحديث وما المراد فيه؟ المراد أن من عمل بالقرآن فإن الله يرفعه به، ومن حفظ القرآن ولم يعمل به فإن الله يضعه، يحرم من الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء بعد إقامة الصلاة؟ ليس هناك دعاء معين، يدعو بما تيسر له. في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيدعو بما تيسر له. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بالبرنامج. عبد الله من جيزان، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أنا عندي أحد أقاربي طلبت منه يأخذ قرض أسري من بنك التسليم وأكون أنا الكفيل له، وأنا أخذ القرض 60,000 ريال، فيأخذه 5,000 وأنا أخذ البقي 55,000 وأقوم بسداد كامل القرض، فهل عمل هذا صحيح؟ يعني يقترض لك من البنك بضمانه، هو يكون ضامن؟ لا، هو القرض باسمه هو وأنا الكفيل، فأنا أخذ 55,000 وأعطيه 5,000. هو أخذ القرض لك ولا له؟ أه؟ أخذ القرض لك ولا له؟ هو قدم الأوراق وباقي ما أخذ القرض. إذا أخذ القرض لي، أيوة، أنا بناء على طلب يعني. إذا أخذ القرض بكفالته وضمانه وهو لك، فأنت المسؤول عنه، أنت اللي تزكيه. نعم. أحسن الله إليكم. من أسماء الله الحسنى يقول السائل: الواسع والمنان، ما معنى هذين الاسمين؟ الواسع الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته كل شيء، وسع علمه كل شيء، هذا معنى الواسع المحيط بخلقه سبحانه وتعالى. والمنان المعطي، المن هو العطاء، الله جل وعلا من أسمائه المنان، يعني المعطي كثير العطاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: إذا قمت فقط ليلة 27 وتركت الباقي، هل أثاب على هذه الليلة؟ تثاب عليها، لكن لا تعتقد أنها هي ليلة القدر بيقين، ليلة القدر محتملة فيها، وإن كانت في ليلة 27 أرجح، يرجى لك الأجر في ذلك. نعم. يقول السائل: أود من الشيخ صالح أن يوضح لي الفرق بين التوكل على الله واليقين بالله. التوكل على الله هو تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج، وأما اليقين بالله فهو الإيمان القوي الذي لا يعتريه شك. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع أسئلتكم واستفساراتكم مع الإخوة والأخوات في فتاوى على الهواء. شيخ صالح، التسليم في الصلاة، هل يسلم الشخص إذا التفت جهة اليمين مثلا، أم يبدأ بالسلام وهو مستقبل القبلة ثم ينتهي بالسلام جهة اليمين؟ نعم، يبدأ وهو متوجه إلى القبلة وينهيه وهو ملتفت عن يمينه وشماله. نعم. نأخذ فهد من القصيم، تفضل يا فهد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ، أنا عندي أخوي مريض وجع رأس، وقلت أنا إذا خف وجع رأس الشهر هذا أبندر نذر، يعني بذبح ذبيحة وبعزم فيها 4 عمال و4 أشخاص من الديرة، وما وفيت بالنذر. يعني وهو شوف يا المريض. خف عليه. إيه، وفي بنذرك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وفي بنذرك، واذبح الذبيحة واصرفها لمن عينتهم فيها.
طيب يا شيخ عادي الاربع اشخاص دول اكفل عليهم الطعام مسكين 10 مساكين ولا اربع عمال؟ لا لا لازم من الذبح، لازم تذبح، انت نادر ان تذبح ذبيحه. ايه ذبح ذبيحه بطبخها عادي اني اوزع عليهم ذبح بس؟ وزعها عليهم لحم ولا مطبوخ؟ حسب كلامك انت قايل ان اوزعها مطبوخه ولا توزعها لا لحم؟ والله قايل الطبخ انا. اي اطبخها ووزعها عليهم لحم مطبوخ. بس انا قايل ان اجيبهم عندي مفطح. جيبهم عندك ولا عطهم اياهم؟ كيف؟ لا انا نذرت اني اجيبهم عندي واحطهم على المفطح اربع اشخاص. طيب اشيلها هي مطبوخه واعطيهم كل واحد نسب لهم اعطيهم مكفي؟ اي نعم كل واحد تجيبهم عندك ولا تعطيهم؟ يعني اهم شيء نوي النذر انه مطبوخ. اهم شيء تنفذ النذر كما شكرا. كما نذرت. نعم. الله احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ، الشاب اذا تاب عليه دين ولم يستطع سداد ذلك الدين فهل تعتبر التوبة صحيحة؟ التوبة بينه وبين الله، في حق الله جل وعلا، واما الدين هذا حق للمخلوق، فلا تبرى ذمته الا بادائه للمخلوق ولا تكفي التوبة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قطيعة الرحم أمرها عظيم، فهناك فضيلة الشيخ من يقطعون الرحم بإخوانهم وأخواتهم فلا يقومون بزيارتهم لا في الأعياد ولا في المناسبات. قطيعة الرحم من الكبائر، قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهي عظيمة قطيعة الرحم، خطيرة جدا، فعليه من قطع رحمه أن يتوب إلى الله وأن يصل رحمه. نعم. هل من الصواب أن يقول المسلم صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، وخصوصا من يكثر القراءة في رمضان؟ التزام هذا بعد كل قراءة لا أصل له ولا دليل عليه، وأما إذا قاله بعض الأحيان أو لمناسبة ظهر له شيء من معنى الآية أو من معنى الآيات يقول صدق الله فلا بأس بذلك. نعم. تفضل يا أبو عبد العزيز من القنفذة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. عندي سؤالين يا أخوي. نعم. هل يجوز للمرأة ربة البيت التسجيل في حافز وهي غير طالب الوظيفة؟ والله هذا يا أخي هذا نظام ينطبق عليها النظام فلا بأس، إن كان هذا خلاف النظام فلا يجوز. هي غير طالب الوظيفة شيخ. أقولها حسب النظام. نعم. طيب السؤال الثاني، هل يجوز تسجيل رجل في السعودة فهو لا يعمل في المؤسسة بقصد التحايل على مكتب العمل؟ لا ما يجوز، هذا كذب واحتيال ولا يجوز. نعم. شكرا. شكرا. هذا يسأل عن حكم بيع المعسل وغير الضار والدخان، وهل هذا المال حلال؟ لا هذا مال حرام، لأن الدخان حرام والمعسل اللي هو أشد منه، المعسل اللي هو الأشياء التي يأخذونها يريدون بها أنها تقوي الشخص أو أنها تعطيه سعة الصدر أو ما أشبه ذلك، هذه كلها من المفترات ومن المخدرات ولا تصح. والدخان مضر بالصحة، مضر بالبدن، مضر بالرائحة الخبيثة، ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه، والقات أشد منه، أشد تحريما منه، والخمر أشد وأشد. فعلى المسلم أن يحافظ على عقله ولا يدخل عليه هذه المسكرات أو المفترات أو المخدرات. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة بتليفون البرنامج على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال. فضيلة الشيخ يقول هل يشرع لي أن أقول بسم الله في كل عمل أقوم به سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العادات؟ العمل الذي له بال كل أمر ذي بال، فإذا كان له أهمية فيبدأه ببسم الله أو بالحمد لله، وأما الأعمال العادية فنعم عندما يتحرك أو يضع شيء أو يرفع شيء يقول بسم الله
من باب التحصن بذكر الله عز وجل عما يضره. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، متى تبدأ ليلة القدر؟ هل هو من النهار أم من الليل؟ ليلة القدر كغيرها من الليالي، تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. نعم. يقول نعم إبراهيم من المدينة، تفضل إبراهيم. إبراهيم تفضل معنا على الخط. ألو. تفضل. نعم. السلام عليكم. السلام، كيف الحال الشيخ؟ حياك الله. أقول الشيخ، عمرك عندنا بنية سقطت في جاكوزي في الفيلا. ها؟ البنت في الفيلا. إيه. وبعدين توفت وهي عمرها 3 سنين. يعني سقطت في ما؟ سم؟ سقطت في إيش؟ في بئر؟ جاكوزي. جاكوزي زي المسبح صغير. إيه. زي الحوض. إيه وكده زي الحوض. وبعدين هل علينا شيء ولا؟ إذا أنكم فرطين عليكم شيء. نعم. إذا أنكم فرطين ومتساهلين ولا ولا حفظتوها عن الخطر فيكون عليكم كفارة. هي بس احنا ما لنا فرطين، هي كانت جالسة معانا 10 دقائق استغربناها ولا وجدناها في المسبح غارقة. هي جايين عند المسبح ولا حفظتوا البنت وراحت وسقطت. نعم. ما في مرافق هي. أنتم احنا كنا قاعدين يعني. اسمع الله يهديك، اسمع. اسمع الغرفة وهي خرجت وراحت. طيب. أقول اسمع الله يهديك، إذا أنكم جايين عند المسبح ولا ضبطتوا البنت. أيوه. وراحت وسقطت فأنتم فرطين، يكون عليكم كفارة ودية. إيش هي الكفارة طال عمرك؟ الكفارة صيام شهرين متتابعين. أيوه. إي نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. طيب وإذا ما استطاع؟ نعم. لمين الكفارة؟ نعم. الكفارة على مين؟ على المفرط منكم. أيوة. نعم. هي أمها كانت معها عند جدتها في الرياض. المهم. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا فضيلة الشيخ. شخص لما توضأ ولبس الشراب لبس عليه شرابا آخر ثم أحدث قبل أن يمسح عليها ثم نزع الشراب الأعلى منهما ثم توضأ ومسح على الشراب الأسفل، فهل يصح المسح؟ إذا كان بدأ المسح على الشراب الأعلى ثم خلعه يبطل مسحه. أما إذا لبس الشراب الأعلى ولم يمسح عليه وخلعه قبل المسح فيمسح على الأسفل ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل للدعاء وقت معين وما هي شروطه يا فضيلة الشيخ؟ وهل لابد أن يكون على وضوء؟ ليس لا, لا, لا يشترط أن يكون الدعاء على وضوء، وأما وقته فليس له وقت محدد، الليل والنهار كله وقت للدعاء، وعليه أن إذا نذر عليه الوفاء بالنذر. إيش السؤال؟ يقول هل له وقت معين الدعاء؟ ليس له وقت معين، ولكن هناك أوقات يرجى فيها قبول الدعاء أكثر، مثل الدعاء في السجود. نعم. مثل الدعاء في آخر الليل. نعم. ثلث الأخير من الليل، مثل الدعاء في يوم ساعة يوم الجمعة. نعم. تفضل يا أم الماس من القصيم، الأخت أم الماس تفضلي. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أنا اشتريت قطعة ذهب يوم جيت البيت أختي عجبت أختي، قلت بعت سياها بس ما أدري كم أبيعها، بنفس السعر اللي شريتها ولا بعد أو ما أوزنها. والسؤال الثاني، لحظة يا أم الماس، لحظة. الثمن على حسب ما تتفقين أنت وياها عليه، حسب اتفاقكم على الثمن. نعم. السؤال الثاني أم الماس. السؤال الثاني، أنا أغرضت أخوي مبلغ من المال عشان يعمر بيت، بس هل هذا المال فيه زكاة ولا لا؟ نعم نعم، الزكين وإذا تم عليه سنة الزكينه، لأنه دين لك على أخيك. نعم. مدة سنوات؟ إيه كل سنة الزكين وربع العشر. شكرا. إيه. شكرا أم الماس. إذا قلت هذه الأرض الزراعية وقف للفقراء ثم رجعت فهل يصح رجوعي؟ لا، إذا وقفتها خرجت عن ملكك إن كان وقفا منجزا، أما إن كان وقف معلق
على الوفاة، تقول إذا توفيت أو مت فهذا وقف، فهذه حكم الوصية لك أن ترجع عنها قبل الموت. نعم. ما الأفضل يا شيخ صالح يقول في الوقف الذي يوقف ويكون فيه أجر في الآخرة؟ نعم، الوقف ما هو أفضل شيء يوقف في هذه الحياة؟ الذي فيه نفع، الذي فيه نفع، يبقى تبقى عينه مع استمرار غلته. نعم. يقول هذا السائل الذي أرسل هذا السؤال: إذا كان الإنسان صائم في هذه الأيام وعند أذان المغرب، هل له أن يرفع يديه بالدعاء أم الأفضل أن يردد مع الأذان ثم يدعو؟ الأفضل أن يجيب المؤذن، الأفضل أن يبادر في الإفطار ويتابع المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن كما في الحديث المتابعة. نعم. أبو ملفي من الرس، تفضل أبو ملفي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مبروك العشر الأواخر يا شيخ. الله يبارك لنا ولكم. يا شيخ الله يحفظك ويبارك لنا وياكم بالأعمار الصالحة. أنا عندي سؤالين. تفضل. الأول طال عمرك يا شيخ، اللي اعتمرت في أول رمضان الوالدي، وهل يجوز إني أعتمر ثاني مرة اللي في رمضان هالحين والله أخن؟ نعم اعتمر، كرر العمرة لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فاعتمر ثاني وثالث الحمد لله. نعم. طيب والتقصير، أنا التخفيف، أنا فيه ناس يخففون من الأطراف، من ناس من يمين ويسار، وأنا شيلت الرأس كامل يا شيخ. التقصير من جميع، من مجموع شعر الرأس، من جوانبه ومن وسطه، هذا التقصير. نعم. الله يحفظك يا شيخ ويبارك لك. شكرا. ويرحم والدينك والديك. فضيلة الشيخ، يقول: والدي سريع الغضب وأنا في رمضان أحاول أن أقوم بإرضائه، وهناك بعض المواضيع عندما أناقشه يغضب من أبسطها، فبماذا توجهونني تجاه الوالد؟ الرفق، الرفق به وعدم إثارته وإغضابه، مراعاة حاله، وأنت مأجور في ذلك. بالنسبة، يقول، للزكاة فضيلة الشيخ: أفضل شيء في إخراج الزكاة من أنواع الأطعمة، هل يفي التمر وهل يفي الزبيب وغيرها؟ زكاة الفطر يعني؟ نعم. نعم، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقط أو صاع من زبيب أو صاع من قوت البلد مما يؤكل في البلد، أي نوع يؤكل في البلد ويقتات في البلد تخرج منه الصاع، يعني 3 كيلو تقريبا. نعم. يقول: بالنسبة للاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، متى يبدأ وما هي شروط الاعتكاف؟ الاعتكاف حسب نية المعتكف، يبدأ من حين نوى، يبدأ من حين نوى الاعتكاف. نعم. بالنسبة للعقيقة فضيلة الشيخ، إذا ولد لي ولد، هل أقسم هذه الذبيحة على أهلي وأقربائي؟ نعم، المهم أنك تذبحها عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وتأكل منها وتتصدق منها وتطعم من تريد بإقامة وليمة منها. نعم. هل صحيح يا شيخ بأن من مات في الأوقات الفاضلة كالعشر الأخيرة من رمضان، هل لها مزية عن بقية الأيام؟ يرجى له الخير، يرجى له الخير، وإذا توفي في الأيام الفاضلة يرجى له الخير فيها. نعم. دعاء فضيلة الشيخ: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ترديد هذا الدعاء وزيادة كريم؟ كريم لا أدري عنها، ولكن لا بأس إذا زادها، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل السنة في الوتر قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص إذا كان الوتر بثلاث ركعات متصلة فقط، أم أن قراءة بهذه السورة يكون أصاب السنة؟ نعم، قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص إذا كانت بالوتر. نعم، هذا أفضل، هذا أفضل، أنه هذا الشفع، يقرأ في الشفع بسبح والكافرون، ها؟ نعم، والإخلاص. نعم، في الوتر. نعم، عندنا شفع وعندنا وتر. نعم، يقرأ بالشفع سبح والكافرون،
ويقرأ بالوتر الإخلاص، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس، لكنه خلاف الأفضل. نعم. عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز معنا على الخط. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. شيخ الله يحفظك، عندي سؤالين. أنا عندي عملي فيه نظام ادخار، وادخرت الآن لخمس سنوات، تقريبا طلع المبلغ أكثر من 60,000. سؤالي يا شيخ، أنا هل فيها زكاة أو لا؟ نعم فيها زكاة كلها. طيب أنا السنوات اللي راحت وش أسوي فيها يا شيخ؟ تحسب زكاتها يا أخي. طيب الآن ست سنوات، يعني تقريبا خمس سنوات، وهل أضربها باثنين ونص بالمية وأطلع عن المبلغ كامل؟ كل سنة تزكيها، تزكي المبلغ الموجود فيها، الموجود فيها تزكي، طلع ربع عشرة، ربع العشر منه. نعم. طيب يا شيخ الآن السنوات راحت ما عندي كشف حساب، لازم أرجع للعمل مرة ثانية وأطلب منهم كشف حساب؟ إيه يطلع أرجع. طيب الله يجزاك خير شيخ، أنا عندي بيت أجره، هل عليه زكاة؟ لي ثلاث سنوات مأجره الآن. الزكاة على آجاره يا أخي، زكي الآجار، طلع ربع العشر من الآجار. نعم. يعني الآجار اللي يوصلني من المستأجر أزكي عنه؟ إيه أزكيه. أحسن الله إليكم فضيلة الله. شكرا يا أخي المتصل أبو عبد العزيز. هل يصح للحائض أن تمسك بالمصحف أو تقرأ من صفوة التفاسير وغيرها؟ تفسير لا بأس تقرأ منه لأنه ليس مصحفا، وأما المصحف فلا تمسه مباشرة إلا وهي طاهرة، إذا احتاجت إلى القراءة منه يكون من وراء حائل، تضع على يدها حائلا و تمسكه. نعم. تقرأ غيبا يا فضيلة الشيخ؟ تقرأ غيبا أو من المصحف، لكن ما تمسه وهي حائض، أحسن تضع على يدها حائلا. نعم. أبو بندر من عرعر، تفضل أبو بندر. أبو بندر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. أهلا تفضل. الله يتم إن شاء الله شهركم بالخير والبركة. آمين. تفضل. أبشر الشيخ صالح عن ثوب النوم في الصلاة يا لو سمحت. نعم. اثنين، الثوب لا صرت لابسه والكم يكفه، هل هو ما حكمه؟ الأحسن ما يكفه عند السجود، الأحسن ما يكفه لأنه منهي عن ذلك. في ناس يصلونهم كفين. إيه ما هو بأحسن، الأحسن أنهم يخلون الكم يسجد معهم. نعم. بقي شيء يا أبو بندر؟ إيه زكاة الأسهم، إذا كان عندي مبلغ، عندي مبلغ وخسران في الأسهم، ما أدري اللي يجب زكاة عليها ولا. أنت تسأل عن زكاة الأسهم ولا تسأل عن زكاة الدراهم؟ نعم. لا الدراهم المبلغ، أنا عندي مبلغ وخسران فيه. الباقي عندك الزكية ربع عشر، تخرج ربع العشر 2.5%. بيض الله وجهكم يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا مبندر. عبارة الشيخ يقول السائل انشر تؤجر، ويرسل من هذه الأحاديث فضيلة الشيخ تعليقكم عليها. لا ما ينشر إلا ما صح، إذا ذكر المرجع اللي نقل منه وبين درجة الحديث ينشر، أما مجرد يقول هذا حديث وهو ما يدرى وش وين مصدره ولا يدرى وش درجته فلا ينشر هذا. نعم. حكم الذكر الجماعي وشرح حديث إن لله ملائكة يطوفون. الجماعي بصوت واحد هذا بدعة ولا يجوز، لكن الذكر كل يذكر الله بنفسه هذا لا بأس، هذا طيب. نعم. يقول استشهد ببعض الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. والله هذا من خواص العلماء، إذا من اختصاص العلماء، أنت لا أي حديث ضعيف لا تستعمله إلا إذا سألت أهل العلم عنه. نعم. المسافر يوم الجمعة هل يصلي صلاة الظهر مع العصر إذا كان في مكة يا شيخ؟ نعم. المسافر ويريد أن يرجع إلى الرياض يوم الجمعة هل يجمع صلاة الظهر مع العصر؟ الجمع إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا ما بعد جد بالسير يصلي كل صلاة على حدة
يعني نعم في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. تركي من الرياض، تفضل يا تركي. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ ماذا نصيحتكم بالمرأة اللي كنت مزوجها وتظلمها وتبي حسدها على الرجل الأجنبي؟ أرجو التركيز على هذا الأمر، ويعني حتى في المحكمة دات عليه أنه مريض وكذا وثبتت براءته في الظلم وتعرض لظلم، وأرجو النصيحة في هذا الأمر والتركيز في هذا الأمر. والسؤال الثاني عن زكاة لعيال الأخ، واجبة ولا لا عيال أخي كان أيتام يعني؟ وشكرا. السؤال الأول عن الخلاف بين الزوج والزوجة هذا يقول أنه انتهى للمحكمة، أنه نعم. ما ندخل فيه، يراجع المحكمة. نعم. يقول هل أعطي عيال أخي من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء محتاجين فتعطيهم، هو أولى من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ تقول بأن عندها طفل رضيع تقول وتمس عورته، فضيلة الشيخ هل ينقض الوضوء؟ نعم، إذا مست الفرجين مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أيضا من قراءة القرآن من الجوال هل تفي عن المصحف؟ نعم لا بأس بذلك، لكن الجوال لا يعتبر مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحف. نعم. بالنسبة لبول الطفل بول الإبل، يقول أنا عندي راعي للإبل في الصحراء وأتعامل مع هذه الإبل، هل بول هذه الإبل ينقض الوضوء؟ لا، بول الإبل طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للعشر نريد وقبل أن نختم هذا اللقاء أن توجهوا كلمة للمسلمين نختم بها حلقة هذا الأسبوع. نعم، نوصي أنفسنا ونوصي المسلمين باغتنام هذه الأيام الباقية من هذا الشهر الكريم بالعبادة والإكثار من الطاعة والاستغفار والإكثار من الدعاء والإكثار من عمل الخير، لأنها ختام الشهر ولأنها ترجى فيها ليلة القدر ولأنها ليالي الاعتاق من النار، فهي أيام فاضلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد في العبادة أكثر من غيرها، وهي ختام الشهر فيها خير كثير، ويغتنمها المسلم خصوصا يقوم مع المسلمين بصلاة التراويح وصلاة التهجد وتلاوة القرآن وأعمال الخير، الصدقات والإحسان، كل هذا مجال واسع للمسلم. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا الحقيقة من هذا الدرس وهذا اللقاء الطيب المبارك وهذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لجميع الزملاء فريق العمل من الفنيين والمخرجين والمصورين، هذا زميلي عبد الله السعيد، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.